راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. أهلا بكم مستمعينا، مستمعي راديو الأهرام في كل مكان ومشاهدي أهرام تي في، وما زلنا معكم والحوار ممتد وجميل مع الفنانة القديرة ليلى طاهر، والمزيد من التفاصيل عن رحلة الحياة هنعرفها معاها. أستاذة ليلى طاهر، حضرتك قدمتي العديد من الشخصيات المهمة على المسرح، كان منها أوفيليا، منها عطيل، في كمان دي كانت شخصية ديدمونة مش كده، وأم هاملت برضو في لما حضرتك قدمتيها أمام الفنان فتحي عبد الوهاب. حضرتك شايفة المسرح إزاي دلوقتي؟ بصي، أولا أنا بحب المسرح جدا جدا. أقول لك الأول نبذة عن نفسي، يعني فدل. أنا لما دخلت التمثيل كان دايما اللي يشتغل في السينما لا يفكر في غيرها. يعني هي سينما، تبقى السينما ده الأكبر حاجة دي، يعني مع أن المسرح يعني أصعب بكثير. ليه أنا بسأل؟ هم دايما يعني يقول لك اللي يشتغل في السينما لا ما يشتغلش في حاجة تانية عشان يروحوا له السينما. تمام. لكن أنا كنت بحب التمثيل نفسه، فأنا كان نفسي أشتغل في كل حاجة. يعني أي حاجة تتعرضت عليا في أي مجال آخر كنت ببقى سعيدة وعايزة أشتغل فيها. أول حاجة تعرضت علي، أنا اشتغلت كان لسه التلفزيون لم يبدأ الإرسال فيه، فاشتغلت في السينما اللي هي السنة ونص اللي اشتغلتهم في الأول، وبعدين بدأ الإرسال التلفزيوني. فخوفونا بتوع السينما، قالوا اللي بيشتغلوا في السينما لو رحتوا اشتغلتوا في هذا المجال الجديد اللي اسمه التلفزيون اللي بيخش كل بيت، مين هينزل من بيته يروح لك السينما؟ يبقى انت بتقضوا على نفسكم. فكثيرات من وكثيرين من ممثلي السينما بعدوا عن التلفزيون تماما. مع ان التلفزيون بقى كان لسه ملوش نجوم، فكان محتاج، فكان ده اكتر حاجة او اسرع حاجة حضرتك هتقدري توصلي للناس بيها. لا، ان هو نفسه التلفزيون وعايز ممثلين. بالضبط. طب هيجيبهم منين يعني؟ ما هيجيبهم يا من المسرح يا من السينما، يا من التلفزيون يا من السينما. فبتوع السينما كانوا رافضين التلفزيون. انا ما رفضتش. لاني ما اقتنعتش بانه الناس لو شافتني في بيتهم اللي هيحبك هيروح لك اي مكان. هو ده. انا رايي كده. قلت لا، اللي هيحبني ويعجبه شغلي هيدور عليا في اي حته ويروح. صح. وبعدين انا ده مجال جديد. انا احب المغامره، ان انا اخش مجال جديد، ليه لا؟ طب انا عايزه اشوف انا هقدر اشتغل في المجال ده ولا لا. فبدات اشتغل في التلفزيون من بدايته. وحضرتك تفتكري اول عمل تلفزيوني عملتيه كان ايه؟ كان اسمه عادات وتقاليد. عادات وتقاليد. عادات وتقاليد، وكانت النجمة الكبيرة عائلة راتب كانت هي بطلة هذا العمل، الست الأمنة، وأنا بنتها الشابة اللي بتعمل لها مشاكل بقى وتعمل حكايات وعاداتنا وتقاليدنا وحواديت كده. فهذا المسلسل نجح بشكل رهيب جدا مع الناس، والناس ارتبطت بيه قوي قوي، وانا كسبت جمهور كبير جديد منه. جديد ان هو جمهور البيت. يعني في ناس كتير مش لازم مش تروح بتنزل السينما، كانت بتسمع اذاعه، فجاه جالهم تلفزيون صوره، جالهم صوره في البيت. فانا كسبت هذا الجمهور بجانب جمهور السينما. من خلال عملي في التلفزيون اتعرض عليا العمل في المسرح. كان في حاجة اسمها مسرح التلفزيون. وحضرتك كنت بتعملي التجربة دي بقى وانت في الجامعة وانت في المدرسة، فعارفة السنة ونص اللي انا كنت لسه طالبة فيهم في الجامعة. كنت بروح الكلية الصبح، وبعدين اروح الاستوديو. كان دايما التصوير عندنا في السينما الساعة 2، كاميرا الساعة 2 في الغالب.
إلا إذا صورنا خارجي في الشوارع أو في حتة، يبقى الصبح بالليل أي وقت، لكن جوه الاستوديو بيبقى دايما كاميرا الساعة 2. فكنت أنا أنتهز الفرصة أروح الكلية وأحضر المحاضرات وتطلعي على قبل الساعة 2 أكون في الاستوديو. والحمد لله نجحت وبتفوق في الجامعة. يعني أنا وفيت بوعدي. أيوه، محدش ليه حاجة عندك بقى بعدها، وخلاص وبروست الشهادة وشلتها، ما لهاش لازمة بقى، خلاص اشتغلنا. وبعدين من خلال التلفزيون اتعرض علي العمل في المسرح، ففرحت قوي قوي لأن أنا كنت بشتغل مسرح في الجامعة وفي المدرسة كهواية يعني. فقبلت العمل في المسرح. برضو قالوا لي هتروحي المسرح، ده المسرح ده عايز وقت وعايز حفظ وعايز مقابلة جمهور وصعب جدا، وي وي وي. قلت أنا عايزة الصعب ده، أنا عايزة. أيوة، عشان بتحبي المجال ده. بحب التمثيل. وخاصة طب ده مسرح في حاجة جديدة بقى. إن أنا وجها لوجه هواجه الناس وجها لوجه. طبعا دي ده تحدي لنفسي. تحدي كبير طبعا. تحدي لنفسي إن أنا أواجه الناس. وتقدري تقنعيهم بنفسك. أقنعهم ومغلطش. يعني إحنا عندنا في السينما أو في التلفزيون إنه لما الواحد بيحصل خطأ بنقوله ستوب ونعيد المشهد تاني أو الشوت. إحنا السينما فيها شوت. يعني ممكن بقول جملة بس، ممكن أعيدها هي وبعدين نعمل الباقي. المسرح ما فيهوش كده. مسرح ممنوع الغلط تماما. تغلطي ازاي؟ هتقول لهم استنوا بقى والنبي هنعيد من الاول. ما ينفعش. ما ينفعش. بس ما مش ينفعش. عندكم ملقن بيبقى قاعد المفروض ان هو لو في حاجه حس انك ناسياها هو هيقولها لك. ده برضو تحدي اخر. هو انك اذا نسيتي حاجه تلقطي من الملقن من غير ما تحسسي الجمهور اللي قاعد في الصاله انك مش فاكره وانك ناسيه وانك راح تسمعي لا. بتاخدي الجملة من الملقن من غير ما حد يحس. ده طبعا دي لوحدها حكاية. بس أكيد جات لك لحظة نسيتي فيها يعني. بقول لك ساعات الواحد بيحصل له بلاك أوت كده. يعني ممكن أروح من غير بتاع ألقط لأنه هو معانا على طول. يقول ومركز. شايف السكريبت إذا وقف ثانية يديله الجملة على طول. فأنا على طول أروح عيني بس تبص ناحيته والقط الكلمه من غير ما الناس تحس ان انا هقف ومش فاكره وراح اسمع لا. فبرضو دي كانت من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها قوي في المسرح ان انا ما غلطش. واذا غلطت او مش بس غلطت، اذا حصلت اي مشكله على المسرح لازم اتصرف دون ان يشعر. يعني ممكن ترتجلي من غير ما حد يحس. من غير ما حد يحس. انك ما خرجتيش بره النص. افرضي حصل لي مشكله وانا واقفه على المسرح. وده حصل. حصل حاجات. يعني اقول لك مثلا في هاملت. هاملت انا كنت جرترود دي والده هاملت. بنعمل مشهد فيه اخد ورد وعصبيه وانا مش عاجبني كلامه وبقول له ازاي وبتاع ولغه عربيه وحكايه كده. وفجاه وانا منفعله قوي كده ولابسه اللبس التاريخي ده الواسع وتحتيه الجيبونات الواسعه دي والبتاعات. وفجاه ابص الاقي الجيبونه وقعت من الفستان على المسرح. وبعدين دي بقى وقعت قدام الجمهور يعني ما فيش فيها اي تخبيه. واعمل كملت. رحت مكمله. لا مكمله بقى. أرأيت ماذا فعلت بأمك يا هاملت؟ أرأيت مش عارف إيه؟ وبقى في نفس الخناقة بتخانق نفس الخناقة وبتاع. ورحت مطلعة رجلي منها وماسكاها رميها في الكواليس. أيوه. وكملت. طبعًا هي كانت نكتة. عملت في أمك إيه؟ يعني جه شدلي البتاع. أيوه. الناس ضحكت قوي وسقفت لنا وانبسطت ما اتضايقتش. أيوه. فدي من ضمن الحاجات. ما هو ده حسن التصرف برضو من الفنان الذكي. ان هو يعرف يتصرف لازم كده. لازم يتصرف في المسرح كده. لازم تتصرف. لازم تحل اي مشكله دون ان يشعر الجمهور باي توقف. الفنانه القديره ليلى طاهر، الحقيقه انا بشوف حضرتك فنانه شامله، فنانه مسرح، تلفزيون، سينما، يعني كل واذاعه يعني كل نقدر نقول المجالات خطيها اللي تخص الفن. حتى لدرجة انك عملتي تجربة انتاجية.
يعني عملتي تقريبا أعمال وصلت يمكن 6 أعمال أو 7 أعمال، يعني تجارب، نقدر نقول تجارب إنتاجية. ليه ما استمرتش التجربة دي مع حضرتك؟ لأنه أنا مش مقتنعة بيها قوي. يعني أنا شايفة أنه الممثل خليه في التمثيل. يعني الإنتاج ده عايز عقلية تجارية شوية. لازم يعني. طب ايه اللي خلى حضرتك تتجهي للفكره دي ما دمتي مش مقتنعه بيها؟ يعني بـ 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 يعني اصرار بعض المخرجين او مساعدين الاخراج او مثلا مدير الانتاج او بتاع، كانوا بيحاولوا يقنعوني بانه لما تنتجي هتعملي الشيء اللي انت عايزاه. أيوه. وهتختاري العمل والموضوع اللي انت عايزاه وبتاع، وانت قادره تنتجي فانتجي. كل الممثلين الكبار انتجوا. ف أقنعوني، ولكني أنا من جوايا مش شايفة، أنا مخي مش تجاري. يعني اتسرقت واتنهبت واتلخبطت، لكن طلعت أعمال حلوة. بس يعني كان كل همي إن أنا إنك تنتجي أعمل حاجة شغل حلوة. شغل حلو وأجيب ممثلين حلوين معايا، مش أنا بس، لا. أيوة. لازم اللي حواليا كلهم يكونوا ممثلين لهم مكانة ولهم جماهير عشان يطلع العمل عشان متناغم وهايل. انا لما كنت يعني بقرأ عن شخصية حضرتك برضو، عرفت ان كان عندك خوف كبير من تأدية الدور في الأيدي الناعمة، وده كان تاني اعمال حضرتك. ليه كنتي كده؟ هو مش تاني اعمالي، هو تاني سنة ليا في التمثيل على طول. تاني كان سنة. فاتت سنة واحدة ليا وكنت عملتي كام حاجة بقى قبلها؟ عملت 3 حاجات. يعني كنت عملت فيلم اللي هو بدأت بيه العمل، اللي هو مع فريد شوقي، بطولة فيلم أبو حديد، كان اسمه أبو حديد. وعملت فيلم اسمه حب حتى العبادة. وعملت فيلم اسمه عاشت للحب. دول 3 أعمال اللي عملتهم في السنة الأولى. وبالرغم من ذلك الأيدي الناعمة يمكن نقدر نقول أنه لغاية النهاردة الناس علامة، يعني علامة مميزة في تاريخ السينما وفي تاريخ حضرتك برضو. أنت كنت متألقة وأمورة زي ما حضرتك أمورة برضو، لكن كنت كده حاجة يعني أي فتاة كانت تحلم أنها تبقى ليلى طاهر في الوقت ده. الواحد ممكن أنت لسه جديدة. أو أنا يعني كنت لسه جديدة. يعني نجاحاتي قليلة. أنا عملت 3 أفلام هم اللي عملتهم في الدنيا. وبعدين بصيت لقيت هذا العمل يجمع النجوم كبار لهم جمهور كبير جدا. صباح، مريم فخر الدين، أحمد مظهر طبعا، صلاح ذو الفقار. إيه النجوم دي كلها؟ كل النجوم دول. يعني خوفك كان جاي من الحتة دي، إن أنت خايفة تقفي مع دول، وهل هنجح ولا لا؟ أنا في وسط دول هضيع. بس اللي حصل أن في وسط دول تألقت جدا. أنا بقى تعلمت حكمة جميلة من هذا العمل. إيه بقى؟ المخرج كان محمود ذو الفقار. والمخرج ده من أول مرة شافني في الاستوديوهات قال بنت دي هيجي منها. يعني فهو أول ما عمل الفيلم ده هو قال أنا عايز ليلى طاهر دي تبقى معانا، هي الست التالتة للثلاثي الجميل ده. فأنا ما شفت الناس الحلوين دول كلهم خضيت. فروحت للأستاذ محمود وقلت له أستاذ محمود أنا أسفة، أنا مش هقدر أشتغل الفيلم ده لأني هضيع. قال يعني إيه هتضيعي؟ قلت له يعني النجوم الكبار دول كلهم واللي لهم جمهور بقاله سنين ولقوا ستات حلوين زي القمر ومشهورين قوي ورجالة حلوين قوي. طب أنا هروح فين؟ قال لي وإحنا هبل يعني عشان جايبينك تضيعلنا الفيلم؟ قال لي هقول لك حكمة وحطيها في حلقة في ودنك. اللي يشتغل مع الكبير يكبر. لو اشتغلتي مع حد أقل منك يحدك ويوقعك في الأرض. يوقعك. ما تفكريش تمثلي مع حد أقل منك عشان تبقي انت فوق، لا. اشتغلي مع الكبير هياخدك لفوق.
وحكمة حقيقة. وأنا حطيتها فعلا حلقة في ودني طول حياتي الفنية. واشتغلت مع جميع الكبار. والحمد لله. والحمد لله كانت حكمة موفقة. وحضرتك فعلا يعني كل التجارب كانت علامة في تاريخك. الحمد لله. وبرضو من التجارب المهمة اللي حضرتك عملتيها في مشوارك الفني ويمكن نقدر نقول اللي أثرت كمان في معظم البيوت المصرية كانت مسلسل عائلة شلش. والتجربة كانت هايلة. ليه ما فكرتيش أنا حيك تكرريها مرة تانية؟ أكررها إزاي؟ بعمل يعني الشبه ده. أنا قررت بقى مع صلاح ذو الفقار. يعني أو مش أنا اللي قررت. يعني المنتجين والمخرجين قالوا الاثنين دول ماشيين مع بعض. ماشي. يعني العمل الناجح ده ده ممكن يتكرر في أعمال أخرى مختلفة. وفعلا يعني اشتغلنا زي دويتو لفترة طويلة. سينما ومسرح. فعملنا بقى مسيح حصان. زوج في أجازة. من أحلى الأفلام اللي أنا عملتها. الكوميدي وخواجاية. يعني شكل جديد خالص بالنسبة لي. وعمل كان ناجح جدا. واشتغلت مع صلاح بقى أعمال تانية كتير يعني. كله كان الحمد لله يعني ربنا كان موفقنا فيه. على ذكر الكوميدي بقى نقدر نقول أستاذة ليلى أنت حبيتي أكتر لون إيه في التمثيل؟ يعني الكوميدي ولا الدرامي ولا يعني إيه أكتر حاجة كنت بتحبيها وأنت بتمثلي لما يجيلك دور؟ كله. إزاي؟ أنا بتحدى نفسي دايما. أتحدى نفسي. يعني أنا بحب التمثيل. فالتمثيل ده سواء كان كوميدي أو تراجيدي أو تاريخي أو أي حاجة. لازم أنا أنا قادرة أعمل ده. أنا عايزة أغير حاجة جديدة. أنا هفضل أقدم حاجة واحدة. لأ عايزة أغير. وعايزة حاجة صعبة. أحب الصعب. وحضرتك قمتي بدا تقريبا في فيلم الناصر صلاح الدين ده كانت يعني شخصية برضو نقدر نقول الفيلم قدام ريتشارد قلب الأسد يعني شخصية معقدة. هقدر اخد له حدوتة؟ ايه بقى الحدوتة بتاعته عايزين نعرفها بقى. برضو اما جم قالوا لي تعالي اعملي صلاح الدين. طبعا قريت الفيلم انبهرت جدا. وساعدت قوي يوسف شاهين مخرج. اسيا هي المنتجة. منتجة كبيرة جدا. دور جميل جدا. فقلت ده انا اتفتحت لي طاقة القدر يعني. ايوه. فبعدين سألت بقى مين الممثلين اللي بيشتغلوا بقى؟ لقيت ممثلين مصر كلهم بيشتغلوا في هذا الفيلم. وده كان قبل الأيدي الناعمة. قبل الأيدي الناعمة على طول. فبرضو رحت المدام آسيا وقلت لها أنا قلقانة. أنا قلقانة. قالت لي ليه؟ قلت لها أنا عرفت إنه ريتشارد قلب الأسد أستاذ حمدي غيث. أستاذ حمدي غيث ده غول غول. يعني في المسرح. ووقفته على المسرح وصوته الجهوري وده لسه يعني حضرتك في أول سنة أو تاني سنة في حياتك المهنية. يعني صعب قوي إن أنا أبقى مرات ريتشارد قلب الأسد ده. يعني هو بهذا بالصوت بالحجم بتاعه بأدائه وأنا لسه بتاع صغيرة كده وصوت ضعيف بالنسبة له. فمش نفع. أنا حاسة أني مش نفع أكون مرات ريتشارد قلب الأسد. إحنا هنسمع قصة كاملة بعد الفاصل مع فنانتنا الجميلة الأستاذة ليلى طاهر. الناس في الصالة كانت في السينما بتسقف لهذا المشهد. مصر فيها فنانين كتير جدا طبعا وولادة زي ما بيقولوا. فالتسقيفة دي طبعا دتني باور كده. ان انا استمر بثقه في النفس. فعملنا الاشعاعات فطلع انها كورونا.